اهلا بيكم في حلقه جديده من يوميات تشيلز. النهارده هنكمل مع فقره رمضان وهنتكلم عن كتاب من الكتب اللي اثرت فيها جدا، وحسيت انه كتاب بسيط له قصه بسيطه بس حقيقي بيوري الصراع الداخلي اللي بيحصل في الشخص، بالذات الشخص اللي مش عارف ان الصراع الداخلي ده جوه. الكتاب اسمه أرسطو و دانتي Discover the Secrets of the Universe. أرسطو و دانتي بيكتشفوا أسرار الكون. الكتاب بيتكلم عن قصة شابين مكسيكيين أمريكيين، يعني أهلهم من المكسيك بس هم اتولدوا في أمريكا، وبيحكي قصة الحب اللي ما بينهم. طول الكتاب في شخص من الاثنين مش عارف اذا كان هو مثلي ولا لا، ومش بي مش مش مركز خالص الموضوع لان حياته الى حد ما معقدة، وده بيمنعه ان هو يقعد مع نفسه يفكر في الموضوع. عجبني قوي الكتاب ده لان كان فيه سؤال اعتقد حد سأله، كان بيتكلم عن ذاتي، امتى انا عرفت اني مثلي. هو انا لحد ما تم 16 سنة كنت عارف اني انا منجذب للرجالة، بس انا ما كنتش مترجم الموضوع ده كشيء مختلف، ما كنتش مترجم الموضوع ده ان حاجة دي بتفرقني عن الناس التانية، كنت شايف الموضوع والموضوع فعلا كده حاجة طبيعية، ان حتى مش يعني عارف ان انا مجذب للرجالة وعندي اخويا كبير اصلا بيجذب للستات، وعارف ان اصحابي بيتكلموا على الستات بس انا او البنات، بس انا ما يعني ما كنتش عارف، ما فيش ترجمة للموضوع، فما كانش في اي نوع من الترجمة في مخي. وده اللي عجبني قوي في الكتاب ده، ان هو بتلاحظ ده يعني هو ال بيحكي لك القصة في الكتاب، هو الولد نفسه، وبتلاحظ ان في افكاره ما فيش اي يعني الموضوع بيخطرش باله اصلا، ودي دخل الحقيقة في الموضوع. يعني انا ابتديت اترجم الموضوع لما تميت 16 سنة، وترجمته بكل بساطة لأن ابتديت يعني أبلغ لسن أني أعرف أفكر بشكل أوضح إلى حد ما، ولاحظ الموضوع أن لأ في أنا مختلف عن الناس اللي حواليا، مش بنجذب بنفس الطريقة هما بينجذبوا بيها لنفس الناس هما بينجذبوا بيها بس. فيعني ده الكتاب اللي كنت عايز اكلمكم عنه الاسبوع ده، اتمنى انكم لو عندكم فرصة تقروه، هو فعلا كتاب القصة جميلة جدا. ومس كريم، اتمنى انكم فرحانين في رمضان، وهشوفكم المرة الجاية. مع السلامة.